سنة 2012 وفي خضم استعدادات انجلترا لليورو، كنا على موعد مع فصل جديد من عداء انجلترا والارجنتين التاريخي، اعلان دعائي لمنتخب انجلترا قبل البطولة. بيظهر فيه دييغو أرماندو مارادونا بيمسح أرضية أكاديمية مشجعين انجلترا. ايه؟ مارادونا؟ مال الارجنتين باليورو؟ وايه أكاديمية الجماهير دي اساسا؟ الأكاديمية هي فكرة الإعلان، ثلاث مشجعين في جولة داخل أرجاء أكاديمية معمولة تعلم جمهور إنجلترا فنون التشجيع قبل البطولة. وليه الأرجنتين؟ ده اللي هنعرفه. حملات مقاطعة كبيرة عملها الأرجنتينيين للشركة صاحبة الإعلان، ومطالبة بالاعتذار الرسمي عن إهانة رمزهم. أما ليه إنجلترا عملت كده؟ فالموضوع ليه أسباب تانية. للعداوة بين إنجلترا والأرجنتين فصول كتيرة، والسر دايماً في حاجتين: الفوكلاند والكورة. فوكلاند هي مجموعة جزر صاحبة حكم ذاتي، نزاع الأرجنتين وإنجلترا عليها ممتد منذ سنوات عديدة، وفي النزاع العسكري عليها سنة 82 انتصرت إنجلترا انتصار ساحق. صيف 2012 كان ساخن جداً، أولمبيات في لندن ويورو في بولندا وأوكرانيا، وكمان كان الذكرى 30 لحرب الفوكلاند، وكل حدث رياضي زي ده بيكون مصحوب بحملات إعلانية كبيرة جدا. الأرجنتين اختارت الدعاية لقضيتها من خلال الأولمبيات. قبل الأولمبيات عملوا إعلان من بطولة فرناندو زيلبربرك لاعب منتخب الأرجنتين للهوكي والمشارك في الأولمبياد. الإعلان بيبدأ لمشاهد على شاطئ جزيرة، بيخرج فرناندو من بيته وبيبدأ يجري ضمن تدريباته. تظهر كابينة تليفونات إنجلترا التاريخية وساعة كبيرة شبه البيج بن، وينتهي الإعلان بجملة: للمنافسة على أراضي إنجليزية نتدرب على أراضي أرجنتينية، في إشارة لتبعية جزيرة الفوكلاند للأرجنتين. إعلان الأرجنتين أغضب الإنجليز بشدة، ووصل الأمر لمناوشات سياسية كمان بين الحكومتين، استوجبت تعليق الحكومة الأرجنتينية عليها قائلة: بعثتنا هتسافر إنجلترا للتمثيل الرياضي فقط، وبإيمان تام بأن جزر الفوكلاند أرجنتينية بالكامل. وكان الرد الإنجليزي: أحد الإعلانات الترويجية لمنتخب إنجلترا قبل البطولة كانت فكرته هي تجول ثلاث شباب إنجليز في أكاديمية تعليم فنون التشجيع لجماهير منتخب إنجلترا، وفي وسط الإعلان ظهر شبيه مارادونا من ظهره بيمسح الأرض. ثانيتين بس كانوا كفيلين لوجود اعتراضات قوية غاضبة من جماهير الأرجنتين، وصلت لحملات مقاطعة للمنتج ده. وبعد تبادل التلميحات في الإعلانات وتبادل الاعتراضات، في النهاية فرناندو زيلبربرج ما كانش في قائمة الأرجنتين النهائية للأولمبيات من أساسه، وإنجلترا ما كملتش بعد ربع نهائي اليورو كالعادة.